السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا بكل مكان. بسم الله نبلش بالفيديو. يا الحجية كان جاهز قاعدة بالغرض. هلا حجية. هلا حبيبي، السلام عليكم حبايبنا، ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية يا رب. ان شاء الله يا رب العالمين. حجية شو حسوي اليوم؟ اليوم راح اسوي مجدرة بالبرغل. يابا مجدرة شنو يعني بالبرغل؟ سوينا ما تمنا احنا ذيك المرة مو؟ اي هالمرة بالبرغل. خليكم ويانا وشوف الحجية شو محضرتنا اليوم وعاشوا. مالكم يا الحجية حبيبتي حجية، هسه هنا ايش عندنا المكونات؟ هسه هنا عندنا عدس حب. زين هذا شوفوا، اي هذا وين ما كان موجود، هذا عدس حب مو ماش. مو ماش لا. اي وهي برغل خشن. برغل خشن، هذا برغل خشن. زين هسه راح اخلي كوب. جيب جدر. جيب جدر. اول شيء اخليه بالكاسه هاي. اي هاي كلاص عدس حتى اغسله. زين هاي كلاصين برغل راح اخلي. يعني كوب عدس وكوبين برغل. ايه. حلو، نشوف بعدين كمية ايش قد تطلع. اكيد بسم الله. هاي واحد. هاي اثنين. حلو. وعندنا هنا شنو بعد؟ عندنا هنا ثلاث بصلايات وسط، وعندنا هنا شنو هاي؟ خاشوقة كبيرة ملح. طبعا هاي الأكلة كلش رخيصة، طلبوا من عندنا أكلات رخيصة، فهاي واحدة من الأكلات الرخيصة جدا. هاي شقد تكلف حجية تقريبا؟ يعني التكلفة مالتها لو نحسبها تكلفها $5. $5 تقريبا، فشي مو عالي يعني. $5 تحشين استرالي. إيه. الدولار الاسترالي ب1000 عراقي، الدولار الامريكي ب1500. فيعني قصدي انه هاي الاكله مو مكلفه، لان هو يطلبوا اكلات مثلا تكون بسيطه. احنا سوينا المجدره بالتمن، فقالوا احنا نريدها همين بالبرغل، فهاي بالبرغل صح حجيه. إيه. فاثنيناتهم مو مكلفات. ما باقي لنا مو مكلف، تمن شبت مو مكلف. اكو هواي طبخات احنا سويناها ترى مو مكلفه يعني، بس احنا اي شيء تطلبوه احنا حاضرين وجاهزين ان شاء الله. مو حجيه؟ ايه ان شاء الله. يعطيكم الصحه والعافيه. صراحه نغسل العدس. يلا بسم الله. اشوف هو نظيف. اي ما في اي شيء. سجيب الجدر. نخلي عليهم مي حار. حار. خليه على النار. خليه على النار. حلو، هسه شو نخليه هذا؟ ربع ساعة. نخليه ربع ساعة، بهالأثناء نسوي فد شيء ثاني لو نجي بعد ربع ساعة؟ نقصقص البصل. هسه نقصقص البصل هنا. أنا. أول شيء أغسل البرغل أجهزه. يلا. ماش بي حاس نفسي اليوم مستعجل. حاس نفسي اليوم مستعجل. لا. ما عندي شيء. شوف حتى البرغل نظيف. ايه. حلو. بس ما انا دعه بس غسله غسل. زين. حلو حلو حلو. وهسه البصل نسوي شرائح. شرائح. ناس يقولوا شرائح، ناس يقولوا جوانح. حسب كل واحد بتسميته. حجي هذا نفسه يستعمل للكشري مو صحيح؟ إيه؟ الكشري المصري؟ إيه؟ انا احب الكشري بصراحه، فاليوم سويناها حجيه. ان شاء الله. كلش احبها، كلش طيب تسوي الحجيه. ان شاء الله. ان شاء الله. هسه هاي خلص البصل. هنا طبعا حجيه الزلاطه. هاي الزلاطه هم حجيه مجهزتها، وهي زلاطه كلش طيبه. وهسه خلصنا البصل، وهسه هاي هنا ايش قد باقي لحجيه؟ في 5 دقائق. اي تقلب على العين الحجيه. والبصل اول مره احمصه. اي بسوي قسمه نصين، قسم احمصه وقسم اخليه على شقار، اخليه ويا البرغل والتمن. كيفك؟ البرغل
شوف هذا الزيت القلي. تصير فيه قرمشة، نحط صعد الزينة على الوجه. حلو. هذا خلاص البصل. هسه شنو المرحلة الثانية حجية؟ أخذ البصل. أنا أدخل بعدك بصل؟ أنا ما منتبهاني. أبالي هذا كله. هذا المال اللي على الوجه يعني تخليه؟ وهذا اللي ينطبخ وياه. هذا ينطبخ وياه. بسم الله. بسم الله. يسار. بسرعة خذ الملح هاي خاشوبة كبيرة ملح. بسرعة خذ البرغل. البرغل. هذا مغسول. مو منقوع. مو منقوع. حلو. شوية مي. هاي. هاي. حلو. هسه خليها هالشكل لحد ما يخلص البصل هم تضيفيه عليه مو؟ حلو ممتاز. يعني نرجع لكم بعد شوية إن شاء الله. هسه مرت شنو حتجي 10 دقائق منين؟ هذا البصل خلص. وفوق شنو؟ المجدرة. أخلي زيت. اي. قدر. كوب. لا نص كوب. نص كوب؟ كيفك. بعد الماي حتى كلها تشرب تسوي. اي. هاي نصين الطباخ الأخير زين طفيناها بس نخليها بعد 10 دقائق إن شاء الله وتكون جاهزة إن شاء الله نرجع لكم يا بنت. وصلت العشر دقائق شنو حتجي هسه إن شاء الله خلصت بامتياز وهاي الأكلة الحلوة الخفيفة المو مكلفة صارت جاهزة هسه طف الطباخ طف الطباخ بس هنا أنا شنو عنا شوية لبن أخلي الزلاطة شنو هاي هنا حجيت سوي سلطة اليوم هاي شنو خاشوقة وسط ملح خاشوقة وسط ملح هاي هنا ليمون حامض هي ليمونة هاي ليمونة كبيرة وهاي زي زيتون صارت الزلاطة جاهزة أنا حركها هذا شنو هذا غداء كل الصحي عجية هذا الغداء كل الصحي حلو هسه نرجع هناك عجية نشوف شنو الترتيب نعم هسه نقلب المعون نقلب المعون اقلب لك اياها كلها تنقلب هي كمية زينة يعني كبيرة هي. بهاية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هالكمية تكفي العائلة كاملة يعني ما شاء الله هذا المعون حجية عجبني شكله مثل الصينية بس شنو يعني كبير كبير وفلكلوري تحسي
شتي ايش حجيه؟ عندك تذوق اي هسه لازم اتذوق انا همين؟ اي شلون والله حجيه قاعد تحرجيني بصراحه وانا جوعان والله قاعد على شنو؟ يعني قاعد تسوي لي الاحراج وانا جوعان. وهسه عيني شنو وصلنا لمرحله التذوق. الحجيه قاعد تحرجني هسه شلون بين عليك المستحاه؟ جوعان؟ انا دائما جوعان لان قبل الغداء احنا نشتغل مو؟ وهذا الغداء يعتبر يعني فتوصل لمرحله الجوع بسم الله. والله تخبل شوي تختلف عن التمن. حسد لينا اكثر من التمن يعني تذوب اكثر من التمن. رهيبه ما شاء الله. العافيه. الله يعافيك. والجبن؟ هاي مو حسونه؟ ايه. كله شغل منزلي. والله كلش طيب والله عاشتي لك. ان شاء الله يجربونا وينجح وياهم وياكلونا بالف عافيه. مثل ما قلت لكم امي الحجيه ان شاء الله يجربونا وينجح وياكم تاكلونا بالف عافيه، اكله رخيصه نظيفه خفيفه ما تاخذ وقت. الزلاطه نص كيلو خيار نص كيلو طماطم صار الزلاطه، وهاي اللبن مو مكلف، وان شاء الله هي الاكله كلها مو مكلفه، والله يرزقنا ويرزقكم جميعا ويعطيكم الصحه والعافيه، ونشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد مع تحياتنا قائد الفريق امي الحجيه وانا ابنها محمود من استراليا، وفي امان الله. السلام عليكم. مع السلامه.